السلام عليكم اخوتي، اليوم جيت كنوب على بابا في شهر رمضان الكريم. الله يدخل علينا بالصحه والهناء. وبابا جي يقول لكم واحد الدعاء ديال شهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم انا لك نعبد ولك نركع ونسجد واياك ندعو ونحمد. آمين. آمنا بك يا رب، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك كان محظورا. اللهم يا فارق الفرقان ويا منزل القرآن، يا خالق الإنسان ويا عالما بالسر والإعلان، بارك اللهم لنا ولجميع المسلمين في صوم شهر رمضان، وإن فيه على الصلاة والصيام والقيام وعلى تلاوة القرآن. واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وأمنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان، وحبب إلينا يا رب الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نتمنى الإخوان والأخوات شهر رمضان مبارك لنا ولكم لجميع الأمة الإسلامية والعالم العربي أجمع. متمنياتنا إن شاء الله بدخول رمضان بالتوبة والغفران واليسر والصحة والعافية. كنشكروا الاخوان كاملين اللي مشتركين معنا في القناه وكيتواصلوا معنا وبالفضل ديالهم باش ان شاء الله غنفطر في الطريق الصحيح. والاخوان اللي يلاه كيشوفوا الفيديو لكن ممكن يحاولوا يشتركوا معنا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد منا ان شاء الله.